توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة ميونخ للمشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وذكر بيان للخارجية أن شكري سيبرز خلال مشاركته في المؤتمر رؤية المصرية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما سيعقد مباحثات مع عدد كبير من المسؤولين المشاركين في المؤتمر حول سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.